لاعب بقيمة مساعد بحاجته الكويت، منتخب الكويت بحاجة مساعد ندى، نادي السالمية بحاجة مساعد ندى، أي نادي بالكويت يتمنى أن يتواجد فيه لاعب بقيمة مساعد ندى. فشرف أن يتمرن معانا، ما نقول أن ندربه لكن يتمرن معانا. أنا دائما ملتزم بالتدريبات حتى بعد ما تركت الكرة تواجد بالتدريب، فهو انضم لنا ونحن نساعده في قدر الإمكان أن يصير في أحسن جاهزية إن شاء الله، حتى بإذن الله يردف المنتخب الكويتي وينتج أحسن مستوى إلى إن شاء الله في الموسم القادم بإذن الله بعيدا عن الإصابات إن شاء الله. أتشرف أني أدرب أي لاعب في الكويت، أي لاعب حتى في الكويت أو خارج الكويت، هذا يعني واجب، أنا أحسه بالنسبة إلي واجب أني أنا أدرب أي شخص طبعا بدون أي مقابل، لأني أنا أحب لعبة كرة القدم، أحب خدمة اللاعبين، أحب أنهم يظهروا اللاعبين. في نفس الوقت أنا بالنسبة لي كإعداد أتعلم وما زلنا نتعلم. المدرب الناجح لازم يكون ملم بكل تفاصيل اللعبة. اليوم اللعبة كرة القدم أو التدريب في تخصص، يعني في تخصص في اللياقة البدنية، في التحليل، في التكتيك، في التكنيك، في كل ما ذكرت له مدرب خاص. توقف 3 إلى 4 شهور وكلنا يعرف، كلنا يعلم أن اللاعب الكويتي لاعب كسول، الكل يعرف هذا الشيء، لاعب كسول في التدريبات بسبب أنه مش محترف. فيعني حتى نشوف أحيانا من اللاعبين محترفين الكسل، اللاعب ما بيحب التمرين أو أغلب اللاعبين ما بيحبوا التمرين، وهي مشكلة خصوصا في منطقتنا في الخليج في الوطن العربي ما بنعطي التمرين اهتمام. فخلال فترة الحظر اللي صارت وفترة الكورونا، نسأل الله الشفاء لجميع المسلمين والله يبعد الوباء عن بلادنا وبلاد المسلمين جميعا. ففترة التوقف هاي بتضر في لاعبيننا، لأن اللاعبين يمكن راح تشوف راح تنصدموا في أشكال اللاعبين. الحين كل لاعب عامل 5-6 كيلو وزن زيادة، فهذا يحتاج وقت طويل حتى يتحضر. 15-8 مكافي في رأس؟ ما يكمل شهر تدريب أو شهر ونص تدريب، ما راح يكمل انقطاع 3 إلى 4 شهور عن التدريب، مستحيل يجهز اللاعب خلال هالفترة.